يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف الجمع بين قوله سبحانه ووجدك عائلا فأغنى، وبين ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه لم يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم النار الشهر والشهرين والثلاثة، ولكن طعامهم الأسودان التمر والماء، إذن عندهم ما يكفيهم، والتمر غنى، التمر غنى ولله الحمد، اللي عنده تمر هذا غني. نعم.